سبت الحريف عندنا النهارده الحقيقه واحد من النجوم من العيار الثقيل الحقيقه. بس قبل ما ندخل في حريف النهارده خلينا افكركم باخر حلقه سادسه، وكان الحريف فيها واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا الراحل محمد عبد الوهاب، والحقيقه استمتعنا بلقطاته وطلبنا من حضراتكم تختاروا افضل هدف سجله محمد عبد الوهاب في مشواره مع النادي الاهلي. الحقيقه جمهور النادي الاهلي اختار طبعا مع كتير من الدعوات الحقيقه اللي نتمنى انه ربنا يتقبلها طبعا للراحل محمد عبد الوهاب، اختاروا هدفه في مرمى الكروم. تعالوا نفتكر الهدف مع حضراتكم ونرجع لكم مره ثانيه. محمد عبد الوهاب في المساحه الفاضيه عاوز يشوط، عاوز يشوط وشاط وشاط، والهدف الاول لنادي الاهلي بعد مضي 6 دقائق. عاوز يشوط، عاوز يشوط وشاط، خلاص رجليه سلكت، رجليه سلكت واصبح من اللعيبه لما يبطلوا نقدر نقول زي ما بنقول كده هوت اللعيبه الشويطه زمان رفعت فناجيلي وعبد النصحي وطارق سليم واللعيبه القويه جدا ديت، نقدر نقول بعد عمر طويل محمد عبد الوهاب والنادي الاهلي يتقدم بعد 6 دقائق. شوف حضراتكم جامده ولا يقدر يعمل فيها حاجه، جامده قوي قوي، وخدت قشطه كده في الارض، محمد عوض ما يقدرش يعمل فيها حاجه ابدا، ومحمد عبد الوهاب اهو شوف حضراتكم جامده عملت قشطه في الارض جامده جدا محمد عبد الوهاب، والهدف الاول في المباراه لصالح